دواء، وعايزين نشوف تأثير هذه الأزمة على القطاعات المختلفة. احنا اتكلمنا على السلع، دلوقتي محتاجين نتكلم على باقي القطاعات المختلفة، ونتكلم عن الدواء. هل ستؤثر هذه الأزمة على أسعار الدواء في مصر؟ معنا عبر زوم دكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية. دكتور مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا يا فندم، بس أنا حضرتك طيب. أهلا بك. يعني كل القطاعات تأثرت بالأزمة زي ما حدث في كورونا، الآن لدينا أزمة مختلفة الشكل، مختلفة الطبيعة، ولكنها أزمة اقتصادية. هل ستتأثر صناعة الدواء بأزمة أوكرانيا؟ وهل سيتأثر المواطن في الآخر؟ مواطن في الآخر بيهمه السعر، هل هيتأثر المواطن في الآخر بسعر الدواء؟ ونحن عارفين طبعا أن سعر الدواء محدد، أو هناك تسعيرة جبرية للدواء، ولكن توقعاتكم إيه بالنسبة لصناعة الدواء؟ أولا الـ الأزمة الحالية في حرب ما بين روسيا وأوكرانيا بتختلف إلى حد ما في عن أزمة كورونا. إحنا بالنسبة لروسيا وأوكرانيا هم مش من الدول المرجعية، ولا نستورد منهم لا مواد خام ولا مواد تعبئة ولا مواد غير فعالة، وبالتالي احنا ما عندناش اي مشاكل مباشره معاهم في النقطه دي، فصناعه الدواء لن تتاثر تاثير مباشر بهذه الازمه من هذه الناحيه. انما في كورونا لما حصل الازمه كان احنا بنستورد من الهند ومن الصين المواد الخام والمواد الغير فعاله وبعض مستلزمات الصناعه، وبالتالي ده تأثير مباشر بقى ان احنا كان هيبقى في أزمة في المواد الخام، ولكن الحمد لله الحكومة عندنا كانت واخدة خطوات استباقية مع الدواء في انها محددة بالظبط المخزون اللي موجود، وكان في نظام وآليات للصرف والتعامل بحكمة، بحيث الحمد لله عدينا الأزمات كلها في كورونا ولا يوجد أي مشاكل بالنسبة للأدوية الأساسية لعلاج كورونا. طيب الحاجات الغير مباشرة بقى مم. اللي ممكن تأثر فيها مثلا عند حضرتك تكلفة الطاقة، البترول بيزيد دلوقتي، مم. وإحنا طبعا الطاقة عندنا بنستخدمها في حاجات كتير، تكلفة الشحن والنولون وكده ده برضو بيزيد وكده، وبالتالي ده ممكن يبقى له تأثير. التكاليف اللي تزيد برضو، تكاليف المواد الخام برضو بدأت تزيد بالدول اللي احنا بنستورد منها. ده اللي هي المباشر. نسبة بقى الشحن وزيادة المواد الخام وكل ده، نسبته قد ايه في تكلفة الدواء او في سعر الدواء يا دكتور؟ بص حضرتك، هو الزيادة في النولون ممكن نقول أنا لو أنا بدفع مثلا كنت 100 دولار، النهاردة بدفع 500 دولار، وبالتالي بتبقى 5 أضعاف، بس البرسنتج كناحية نسبية مثلا ممكن تكون الزيادة من 3 ل 5% كعملية زيادة في التكلفة. ولكن احنا عندنا زي ما قلنا انه في دايما الحكومه ماشيه في خطه استباقيه او اصلاح اقتصادي وتعديل تشريعات. احنا لسه في قطاع الدواء، طلع لنا من شهر القانون رقم 3 لتعديل ضريبه القيمه المضافه، وتم اعفاء مدخلات صناعه الدواء اللي هي 14% من القيمه المضافه، هل وبالتالي ده اصبح خلاص النهارده ده تم تنفيذه ولا لسه لم ينفذ؟ ده تم تنفيذه فعلا، وهو القرار ده جاي في التوقيت. يعني بصراحه احنا يعني دايما بنقول الحكومه سابقه بحاجات اصلاحات اقتصاديه، وبالتالي بتفرق معانا في صناعه الدواء، منها هذا القرار، وبالتالي اي زيادات بتتم دلوقتي هي هيتم امتصاصها اصلا، وبالتالي
مش هتؤثر كتير على صناعة الدواء. النقطة اتفضل. الثانية، النقطة الثانية، احنا في 12 يناير 2017، ويمكن حضرتك كنت عايشة معانا في هذه طيب. الفترة، المشكلة والتحريك السعر وتعويم الجنيه، وكانت أزمة كبيرة جدا، وحصل وقتها أكثر من 2000 دواء نقص وكده. فتم، كان وقتها في حوالي 10,000 دواء متداول، وتم تحريك سعر 3,000 مستحضر الأكثر تداولا، وكان الزيادة بنسبة 50%. وقتها كان سعر الدولار وقت لما الجنيه تعوم كان وصل ل 18 جنيه الدولار وقتها. التحريك السعر وصل في هذا التوقيت، وكان سعر الدولار وقتها 18 جنيه. أنا النهارده الدولار نزل، ونزل ل 15 حاجة و70، ده الرسمي في البنوك. وأنا على فكرة ما قبل 2017 أنا ما كنتش بعرف أجيب الدولار، لا من خلال البنك ولا حتى من السوق سودا، وكان عندنا مشكلة. النهارده مع التعويم أنا بعرف أجيب الدولار، حتى في الأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي الدواء من السلع الهامة لتوفير الدواء والدولار والدولار سات. طب انا فأنا هقف هنا، النهارده يعني لما اذا بقول حتى التحريك، يعني اذا حتى حصل اي تحريك لسعر الدولار انت امن، لان انت او يعني صناعة الدواء امن، لان انت بتتكلم انت مسعر دواء بدولار ب 18. ب 18، وبالتالي انت عندك هنا مساحة من 15 جنيه 74 الى حد 18. فانت عندك المساحة دي، حتى لو اتحرك ل 18 فاوريدي انت في 2015 واخدة الزيادة على هذا. وبالتالي ما بعد 18 نبدأ ندرس ونشوف هل التكلفة هتكون فيها اي مشكلة. انما لحد دلوقتي انا بقول ان الدواء بالنسبه للتسعيره هو في الحدود الامنه، وما الاعفاء الضريبي اللي تم جاي في توقيت يعني كويس جدا، وبالتالي احنا ما نتوقعش من زياده في الدواء. لو حصل ان هو مثلا على 10 منتجات 20 منتج 50 منتج بيخسروا، حصل تحريك، فده حاجات بسيطة جدا، لأن احنا عندنا 15,000 دواء المفروض ان هم مسجلين في السوق المصري. هل رصدتم اختفاء بعض الأصناف؟ يعني في بعض الناس بيشتكوا ان في بعض الأصناف اختفت، وانه الناس ابتدت بعض الصيدليات ابتدت يعني تشيل بعض الأدوية، وفي توقع انه او الشركات ما تنتجش بشكل كبير علشان نستنى احتمال يزيد يحصل تعديل للسعر مرة أخرى. طبعا عايزين نذكر نقول للناس نشرح لهم بس انه الدواء في مصر يمكن السلعة الوحيدة اللي بعد الخبز المدعوم اللي بتسعيرة جبرية، اللي هو لا يمكن تحريك سعر الدواء في مصر إلا بقرار من هيئة الدواء المصرية باتفاق، يعني باتفاق وهو قرار اقتصادي من الدولة. فأنا بس عايزة أسأل حضرتك، هل أنتوا رصدتوا اختفاء بعض الأصناف لمحاولة استغلال هذا الأمر؟ بص حضرتك، أولا صناعة الدواء عليها ضوابط ورقابة بنسبة 100%. يعني جوه، عايش جوه مصانع الدواء بشبه اسبوعي وبانتظام، مفتش صيدلي بيراقب كل حركة في صناعة الدواء. يعني ما ينفعش ان انا ابقى انا مستورد، لو انا استوردت مادة خام هيئة الدواء بتوافق لي وبتيجي تفتش عليا تشوف لي انا حاططها فين، وتعمل لي محضر افراج للمنتج للماده الخام، وبتتاخد عينه للتحليل، وبعد ما بتصنع بتشوف لي خدت كام كيلو وفضل كام كيلو، وببعت بياناتي اسبوعيا لهيئه الدواء. فانا ان انا اخبي علشان خاطر استنى علشان تغلى، دي مش هتحصل. مش هتحصل في صناعه الدواء خالص. الموزعين، وهناك تفتيش دائم، وخصوصا في الازمات او في التوقيتات الصعبه بتلاقي التفتيش موجود وبيراقب وبيراقب المخزون، ولو رصد بتحصل طبعا طيب. تحقيقات وبتحاول النيابه. فانت بالنسبه للصيدليات اتفضل. ما لا اعتقد ان الامور فيها هيبقى فيها تخزين. النواقص حضرتك، في نواقص، ما بنقولش ما فيش، ولكن ما قبل الازمه هي موجوده.
وبالتالي زي مثلا الدواء الشلل عاش النهارده في ازمه عالميه. قبل ما تخش في موضوع الازمه الاوكرانيه، هو في اوريدي كان في ازمه عالميه. فطبعا لا طب ايه النهارده لو بمناسبة النواقص، ايه اهم النواقص الاخرى كمان يا دكتور؟ هو عند حضرتك الدواء الشلل العاش ده من الادويه اللي هي عامل فيه ازمه عالميه، الشركه اللي هي المنتجه له على مستوى العالم فيها مشكله، ولكن مصر الحمد لله عندنا البدائل اللي موجوده لهذا الدواء، وبيتم توزيعها بعمليه مقننه من هيئه الدواء علشان ما يحصلش اختفاء او يحصل ظهور سكر. انا بس حابب بس ان اقول لحضرتك على معلومه بسيطه، احنا قطاع الدواء مؤمن من الدوله. النهارده انا عندي مدينه الدواء جيتو، هذه المدينه قادره على اي وقت في اي الدوله تحتاجه من دواء استراتيجي بكره الصبح تصنعه، هذه عندها امكانيات وهي مجهزه، لان هو الدوله دايما حاطه نصب عينيها ان في حاجات استراتيجيه لابد ان هي تكون مأمناها لوقت الازمات. طب وبالتالي اذا كان عندنا تامين للسلع لست سبعة اشهر مثلا او ستة اشهر على اقل تقدير، وده اللي طلبه الرئيس، هل لدينا مخزون استراتيجي من الدواء ايضا؟ انا بتكلم هنا على الادويه الرئيسيه الاساسيه للامراض الاساسيه الرئيسيه، مش بتكلم على ادويه يعني اخرى، ولكن بتكلم على في اكيد عندكم قائمه ادويه رئيسيه، هل هناك مخزون استراتيجي بهذه الادويه؟ بص حضرتك، احنا من الموجة الأولانية لكورونا ويمكن في شهر 6 أو 7 2020 وهناك قرار واتفاق أو تعليمات واضحة من الحكومة، من هيئة الدواء المصرية ومن وزارة الصحة لقطاع الدواء إنه المخزون ما يقلش على 6 شهور إلى سنة، اللي تمام. بيها الكل الموجات بتاعت كورونا دخلت مع حدوث الازمه الاوكرانيه. انت حضرتك بصيت على اوميكرون اللي جه، هتلاقي نسبه الاصابات دي مش زي شده الموجات اللي قبل كده. فانا يعني الحمد لله عندي مخزون كافي يكفي من 6 شهور لسنه. انا ان شاء الله مش هتحصل ازمه، ان شاء الله مش هتحصل الازمه عندنا، وعندنا اكتر من بديل ومثيل يقدر لو شركه خلصت في شركه تانية عندها موجودة. وحضرتك بتقولي أنه لا حاجة للمطالبة برفع سعر الدواء مرة أخرى، لأنه الوضع الحالي تقدروا تمتصوا أي ارتفاعات في أسعار النولون، في أسعار الشحن، في أسعار المواد الخام. بالضبط، احنا تحريك سعر الدواء ده أنا شايفه غير وارد في الوقت الحالي لسبب رئيسي، لأنه زي ما اتفقنا احنا اعفاء من قيمه المضافه 14% دي ادت متنفس جامد للصناعه، وبالتالي نمتص التحريك في النولون. التاثير لحد دلوقتي غير مباشر في هذه بالنسبه للازمه اللي موجوده على صناعه الدواء. الاهم من ده هو احنا لما حركنا في 2017 كان سعر الدولار وقتها 18 جنيه، للزياده اللي تمت كانت وقتها 50% ل 3000 دواء. احنا لحد النهارده في مسافة بيننا وبين ال 18 جنيه، وبالتالي لأن الدولار كان نزل في الفترات الأخيرة، وبالتالي في لما نوصل ل 18 بعد كده بندرس نبتدي نتكلم. شكرا دكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية.